مرحبا يا أصحابي، كيفكن اليوم؟ أنا بدي رحب فيكن بحصتنا الجديدة من برنامج مدرستي. ومثل ما بتعرفوا هيدي حصة الرياضيات Mathematics. أنا شمس بعلمكن هيدي المادة، وأكيد أنا بعرف أنه أنتوا عم تتذكروا الأشياء اللي عم نتعلمها بحياتكن اليومية، لأنه مثل ما بتعرفوا الأرقام منعوزن بكتير كتير كتير أوقات بحياتنا. مش بس الأرقام، الأشياء التانية اللي عم نتعلمها كرمال هيك دايما انتبهوا، وأكيد جيبوا دفتركن والقلم وكتبوا الأشياء اللي عم نتعلمها بخط كتير حلو على دفتركن، وحافظوا عليه بمكان معين حتى ما يجي عليه مي ولا شيء، حتى تضلوا تقدروا ترجعوا له دايما وتتذكروا الدروس اللي تعلمناها. لأنه بتعرفوا كل الدروس هي متعلقة ببعضها ومرتبطة ببعضها، ولازم نكون فاهمينها كلها. اليوم بحصتنا رح يكون في عنا درس جديد أكيد، ويمكن رح نكون كمان عم نتذكر أشياء قديمة تعلمناها، وأنتو كتير شاطرين من قبل كنتوا عم تعرفوا الأشياء اللي عم نتعلمها اليوم. كمان حضروا حالكن، وهلأ بالبداية رح أعطيكن مثل شو رح نتعلم اليوم من خلال هول الأكياس اللي موجودين قدامي. بتعرفوا أنتو أنه نحن بنستعمل الكيس إباغ لنحط فيه غراض. إذا أنا هلأ قلت لكم إنه في عندي هون باجز يعني أكياس، بس بكل كيس إذا بتلاحظوا مكتوب 100، بكل كيس في عندي 100 قطعة من السكاكر كانديز، 100 كانديز بكل كيس، في عندي 100 كانديز. شوفوا كم كيس أنا عندي، 1 2 3 4 5 6. I have 6 bags. إذا كل واحد منهم فيه 100 candies يعني 100 بونبون أو قطعة من السكاكر، يعني أنا كلهم سوا قديش المجموع؟ تعرفوا؟ كتير سهلة، كأنه أنا هلأ حاطة المربع the square تقول إنه في 100 200 300 400 500 600. شفتوا كيف فيني عدهم؟ يعني إذا كل كيس فيه 100 يعني فيني عد الأكياس بيطلع عندي الجواب الصحيح. مثلا رح شيل أنا بعض الأكياس على جنب ورح خلي شوي هون، وبقول أنا بدي أعطي صديقي 200 حبة من السكاكر، 200 candies. كم كيس لازم أعطيه؟ فكروا منيح، 200 candies كيسين. ليش؟ لأنه هيدا في 100 هيدا في 100 مع بعضهم بيعطوني 200، فإذا لازم شيل بعد كيس على جنب. إذا قلت لكم أنه أنا بدي أخذ معي على المدرسة 400 candies، 400 candies يعني 400 حبة من السكاكر، كم كيس يعني لازم أخذ؟ أقولكم 1 2 3 400 400 بكل بساطة، لأنه كل كيس فيه 100 بقدر أخذ 4، يعني أنا كأني أخذت 400 candies. أوكي، إذا قلت لكم أنا هلأ بالعكس المثل بدي أخذ معي كيسين على المدرسة، 2 bags كيسين، 1 2 كل واحد فيه 100، قديش بكون أخذت معي على المدرسة؟ How many candies؟ 200 مزبوط، لأنه 100 plus 100 بيعطوني 200. هيك بنكون عم نعد بطريقة سريعة الـ hundreds، واليوم رح نتعلم أكثر عن الموضوع من خلال الفقرات اللي جاية. خليكن منتبهين معنا لحتى نشوف سوا شو رح نتعلم بالفقرة اللي جاية.358 is the standard form. How much is each of these digits worth? The 3 is in the hundreds place. The 5 is in the tens place. And the 8 is in the ones place. This is the expanded form. 300 plus 50 plus 8 equals
358. Taking a number and pulling out all of its digits is to make the expanded form. وهلا مثل ما وعدتكم رح نبدا باول فقره بحصتنا لليوم. خليني ارسم شيء على اللوح وبدي فرجيكم شو هو. انتبهوا منيح. في عندي هيدول كأنهم علب boxes. بأول وحدة في عندي 400 papers فيهم ورق. تاني وحدة في عندي 400 بهاي عندي 100 بهاي عندي 100 وهون عندي 200 وهون عندي 200. كل علبة فيها عدد مختلف من الأوراق. يعني أول وحدة فيها 400 ورقة، تاني وحدة فيها 400 papers، تالتة فيها 100، رابعة فيها 100، خامسة فيها 200، والسادسة فيها 200. السؤال هو إنه أنا لازم آخذ معي للتلاميذ 800 papers. لازم اخذ معي in all المجموع 800 papers. اي boxes لازم اخذ من هول؟ كم box كلهم باخذهم او بنقي؟ كم وحده فيني اخذ؟ خلينا نفكر مع بعض. مش نحن قلنا انه كل 100 فينا نرسم له مربع صغير؟ يعني أنا إذا بدي 800 papers يعني كم مربع لازم؟ 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. أنا بدي 800 papers، كل سكوير من هون يعني 100. رح أعمل نفس الشيء فوق. إذا أنا عندي 400 sheets هون 400 papers يعني كم سكوير؟ 4, 1, 2, 3, 4. كمان 400 papers يعني عندي 4 squares. 1, 2, 3, 4. 100 يعني 1 square. 100, 1 square. 200, 2 squares. كمان هون 2 squares. إذا أنا بدي 800 في عندي عدة احتمالات. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. يعني فيني آخذ هول البوكسز مع بعضهم، يعني فيني أحط هون 400 plus 400. هيدي البوكس وهيدي البوكس بيعطوني 800. شو كمان؟ إذا عملت 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8، يعني بصير بدي آخذ هيدي البوكس اللي فيها 400 بلس هيدي البوكس اللي فيها 100 وهيدي البوكس اللي فيها 100 وهيدي البوكس اللي فيها 200. مظبوط؟ بصيروا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 800. عظيم. يا باخد اول اثنين الكبار او باخد واحدة من الكبار واثنين فيهم 100 واحدة فيها 200. او كمان فيني اخد واحدة 400 1, 2, 3, 4 واثنين 200 5, 6, 7, 8 كمان. طريقة تانية يعني بتصير 400 plus 2
100 plus 200 بتعطيني 800. في بعد شي طريقة فكروا معي. إذا عملنا مثلا 100 100 عملناها قبل شوي شفتوا، جربنا عدة احتمالات. فكروا بعد في شي طريقة، يعني لازم أنا أخذ العلب يلي فيهم 800 papers. ما بقدر أخذهم كلهم، ليش؟ لأنه إذا كلهم أخذتهم بيطلعوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كتير، 11 12 13 14 كأنه الهندردز، يعني كتير رقم كبير بعد نحن ما تعلمنا. فأحسن شيء إنه شوف أيهن بيعطوني 800 papers. بهيدي الطريقة بقدر أعرف أي علب لازم أخذ معي. اتفقنا؟ فهمتوني منيح؟ يعني دايما لما أكون أنا مجمعة الأغراض بهندردز بقدر عدهم بكل سهولة وبكل بساطة وأخذ العدد يلي أنا بدي إياه، خاصة إذا كان هو بس هندردز، يعني ما فيه تنز ما فيه ونز، كتير بسيط بقدر عد البوكسز وشوف قديش أنا بحاجة. خليكن متابعين معنا لحتى نروح سوا للفقرة اللي جاية. وهلأ كمان عنا تمرين جديد على اللوح، خلينا نشوفه سوا. قبل ما نشوف التمرين بس بدي أعطيكم مثال صغير. إذا أنا كان عندي 200 بعلبة plus 30 يلي هي 100s tens و 4 يلي هي 1s، تعرفوا إذا أنا كتبتهم بهيدا الشكل منسميه expanded form، منسميه expanded form، يعني هو رقم بس كأنه نحنا كبرناه ما غطناه. أوكي، شلنا الهندردز كتبناها كلها، شلنا التنز كتبناها كلها مثل ما هي، والوانز كتبناها كلها تحت يصير عندي expanded form. إذا بدي حولها للstandard form يلي نحنا منعرفه بتصير 200 نكتبها مثل ما دايما منعرف الرقم يلي بفرجيني الهندرد يلي هو أول واحد، 30 يلي هي تاني واحدة اللي بتفرجيني التنز، ويلي بتفرجيني الوانز يلي هي هون. لكن هي نحن لما نعمل expanded form يعني كأنه كبرنا الرقم، فتحناه كأنه هيك عكبير. 200 كتبناها مثل ما هي، 30 كتبناها مثل ما هي، وال4 كتبناها مثل ما هي، منسميها expanded form. أما لما نكون كتبينا بهيدا الشكل منسميها standard form يلي هو الشكل العادي، يعني اللي منشوفه دايما بالأرقام. أوكي، موافقين على هيدي الفكرة؟ فهمتوها منيح؟ منشان هيك لنقدر نعرف نحل التمرين لازم تكونوا فهمتوا هون شو عم نحكي. expanded form هي الرقم نفسه بس بيكون مكتوب بشكل مفصل أكتر. 200 بنكتبها كلها سوا 200، 30 بنكتبها كلها سوا 30، وال4 بنكتبها 4 بيكون وسعني. الستاندرد فورم هي بهيدا الشكل. السؤال هو transform the following numbers from expanded form to the standard form. يعني transform يعني حول the following numbers الأرقام التالية from expanded form من الـ expanded form لـ standard form مثل ما علمتكن من شوي. عندنا هون نفس المثال يلي شفناه قبل 200 و 30 و 4، كأنه نحن عم نشيل الصفورة، كأنه نحن عم نشيل البلس وكل شيء وعم نجمع الأرقام. منجيب التو 200، ذكروا انه هيدا دايما بتفرجيني الهندردز، 30 بكتبها 3 بس هيك، وال4 هيدا الاكسباندد فورم، هيدا الستاندرد فورم. 600 plus 70 plus 1 اذا بدي احولها للستاندرد فورم بتكون 600، يعني بكتبها 6 70 بكتبها هون 70 مثل ما تعودنا 1. الستاندرد فورم هي 671
The expanded form هي 600 plus 70 plus 300 plus 80 plus 8 لأكتبها بالستاندرد فورم. إذا عندي 300 بكتب 3 كأنه عم قول 100 بقلبي، 80 كمان بكتبها هون 8 و8 ones بيطلع الرقم بهيدا الشكل ستاندرد نمبر ستاندرد فورم 388. 490 و0 شو بيكون عندي؟ الرقم يلي بيمثل ال hundreds هو 4، الرقم يلي بيمثل اللي بفرجيني ال tens هي 9 tens، والرقم يلي بيعطيني ال ones هو 0. بكل بساطة بحط هون 0 بيطلع الرقم هو 490. تذكروا انه هيدي ال hundreds، هيدي ال tens، وهيدي ال ones. ننتقل للأمثلة يلي موجودة هون. عندي 400 يلي هي ال hundreds، 90 يلي هي 9 tens، اكتبها هون 9 tens بمطرح ال tens، و 8 ones بكتبها هون 8. 498 expanded form standard form. 543 بكتب 543 بصير عندي هيدا الرقم يلي نحن بنعرفه الستاندرد فورم 543. واخر مثال هو 600 plus 10 plus 6 هيدا الاكسباندد فورم تحولها للستاندرد فورم. بكتب 600 بحط 6 10 يعني هي 110 بكتب هون 1 و 6 ones بتطلع 616. هيك بكون جاوبت على السؤال، حولوا كل الاكسباندد فورم لستاندرد فورم. حولتهم I transformed the numbers from expanded form to standard form. إن شاء الله تكونوا فهمتون منيح. تبون عندكم وخليكم مستعدين لحتى نشوف سوا شو في عنا بآخر فقرة بحصتنا. Fawzi has 421 pages in his book. He has 4 hundreds, 2 tens, and 1 one. Rima has 178 cookies in her box. She has 107 tens and 8 ones. Rula has 205 sticks. She has 200s, 0 tens, and 5 ones. وهلا وصلنا لآخر فقرة بحصتنا لليوم. كمان عنا تمرين سهل كتير وحلو انتو رح تساعدوني فيه. السؤال هو write 3 digit numbers، يعني اكتبوا ارقام فيها 3 ارقام اذا بدكن، يعني رقم كبير مؤلف من 3 ارقام. 3 digit منسميه 3 digit number، مثل لما نكتب 264 مثلا فيه 3 ارقام 264. هيدول هن بس عم بيقولولنا write how many hundreds, tens and ones. بدنا هنا نكتب كم hundred في كم مية، how many tens كم عشرات، and how many ones كم وحدات في بهودي الأرقام. هن ساعدونا شوي وقالوا لنا بهيدا التمرين شو كم مربع عنا، كم خط مستقيم، وكم
نقطة، لأنه مثل ما بتعرفوا نحن كل 100 بنعملها مربع صغير سكوير، كل 100 بنعملها 1 كولوم كأنه هيك مثل خط، وكل 1 الوحدة بنعملها دوت. هن عم بيقولوا لنا عنا أول شيء 6 سكويرز، يعني 2 3 4 5 6، يعني شو 600 مزبوط كأنه. وعندنا 2 columns 1 2، يعني كأنه 20. وعندنا 3 dots 1 2 3، كأنه 3. بيطلع عند الرقم 623، بكتبها بالستاندرد فورم يلي هي فيها 600 هون ال 100s، فيها 600 وفيها 2 10s، هيدول ال10s فيها 2، وهون ال1s فيها 3 1s. هيدا الرقم يلي عطيونا اياه. تاني رقم عم بيقولوا لنا فيه 5 squares 1 2 3 4 5، يعني 500، يعني فيها 500، فيها 6 10s 1 2 3 4 5 6، وفيها 8 1s 1 2 3 4 5 6 7 8. بيطلع الرقم 568 568، فيها 500s 6 10s و 8 1s. اخر مثال اللي عم بيقولوا لنا في عنا 2 squares 1 2، يعني 200، وفيها 8 columns 1 2 3 4 5 6 7 8، يعني 8 10s، وفيها 0 1s، يعني ما بنحط ولا دوت، بيكون الرقم هو 280، فيها 200s و 8 10s و 0 1s. وهيك بنكون جاوبنا على هيدا السؤال وعملنا مثل ما طلبوا منا. أصدقائي هيدي كانت آخر فقرة بحصتنا، أنا بدي ودعكن، برجع بلتقي فيكن بحصة جديدة. باي. Subtraction is to take away from a number. Subtraction is to remove, not to add. What do we get when we subtract? We get the difference. Yes, we get the difference. Subtraction is to take away from a number. Subtraction is to remove, not to add. The answer that we get when we subtract, the answer is the difference. Yes, it's the difference. Subtraction is to take away from a number. Subtraction is to remove, not to add.